مبسوطة كل الناس هنا يا نادر، مبسوط؟ مبسوط. كل سنة وانت طيبة. وانت كمان شكلك تحفة بجد، الفستان يجنن عليك واللون تحفة. طب ايه، حد هنا من صحابنا؟ كل الناس موجودة ها؟ انت مبسوطة؟ قوي. احسن حاجة يا يس. لا ما
المزيكا كمان حلو. هقوم يلا هنشوفك تاني. اوكي يلا يلا باي باي. نادر يلا نقوم نرقصها واحنا نفضل قاعدين كده. نرقص ايه وزفتي؟ انا معرفش ازاي طوعتك وجيت هنا اصلا. وايه يعني اللي حصل يعني؟ ما احنا جينا وخلاص يعني. مكان جميل والجو تحفه. يلا بقى. تحفه؟ انت أيوة. بتعتلي منين؟ ده كل الكليه هنا. وبعدين كان عندي ميعاد مهم وما رحتوش. اه طب وايه المشكله ان كل الكليه هنا يعني؟ عادي يعني. هو انت متخيل ان في حد فايق لحد؟ كبر دماغك بقى، فك بقى. فك خانت بس. انا همشي. لا لا تمشي تروح فين؟ همشي انا لازم. لا نادر انا ما قلتلكش اصلا. انت عارف ان انا بابا طلع يعرفك؟ تخيل. يعرف انا؟ اه بقول له نادر، قال لي نادر العدوي. فتخيل بقى انت شغلك جاهز على كده بقى عشان لما تقابله. انا عندي شغل كتير. طيب خلينا نشرب حاجه. يلا بقى نادر ممكن تضحك. ايه ده يا شباب؟ ده نضاره هنا. انا مش فاهماه بجد يعني. يسيب مية عشان السنكوحه دي؟ ايه الجديد؟ هي دي هاجر شويه وهترمي. يا فهد احنا مالناش دعوه، احنا جايين هنا عشان خاطر عيد ميلاد صاحبتنا. شويه وهنمشي. يلا بينا بقى. روحها فين هدير؟ روحها فين؟ ازيك يا نادر؟ ازيك يا هدير؟ عقبال الهوا اللي قطع مره واحده ده. اهلا. هاي. بعد اذنك عايزك. اخبار مي ايه يا نادر؟ مي؟ ايه انتوا متخانقين ولا ايه؟ لا مش متخانقين، ليه؟ لانه من ساعه ما ارتبطتوا اول مره اشوفك من غيرها في حفله كبيره والناس كلها موجوده. نادر مي بتحبك. هدير انت بتقولي الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده عشان انت ومي صحابي اللي من ساعه ما دخلت الجامعه وانا عارفه هما بيحبوا بعض قد ايه. ما فيش حاجة حصلت عشان يعني أنا ما عملتش. مي بنت جدعة وبتحبك، ما تستاهلش الكلام ده. أنا بقولها كده عشان بس صعبان عليا اللي بيحصل ما بينك وما بين مي. في الآخر أنت حر. إزيك؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيبة. طيبة. مش هتسمعي أغنية جديدة؟ يلا دلوقتي. يلا بينا. عيب عيب قوي انه يدي ميعاد ولا يجيش فيه ولا حتى يتصل علشان يعتذر. انا ما كنتش موافق على لعب العيال ده. معلش يا بابا، اكيد في حاجه خطيره اخرته كده. موبايله مقفول. ده قمه الاستهتار. انا اصلا ما كنتش موافق ولا مرتاح للولد ده ولا شايفه انه قد مسؤوليه فتح بيت. أنا غلطان يا ليلى، غلطان إن سمعت كلامك ووافقت قبل ما نسأل عليه أو نعرف ظروفه. إزاي بعد كده أتمنوا على بنتي؟ يا بابا لو سمحت ما تكبرش الموضوع قوي كده. بس أنا عارفة إن أنت عندك حق، بس معلش اهدى وأنا هتصرف. أنا هوصل له وهعرف إيه اللي حصل وهطمن حضرتك. أنا لسه ما متش يا ليلى، لسه ما متش. وكده او كده انا مش مرتاح للموضوع ده. مي بتحبه وهو كمان بيحبها. لو بيحبها وعايزها ما كانش يحرجها بالشكل ده وكان يحترم مواعيده. انا شخصيا داخل انا ومن بكره هسال عليه شخصيا وبنفسي. جه او جه يا بابا. خير يا استاذ فتحي؟ في حاجه؟ استاذ حسن موجود؟ موجود بس مش فاضي. مستنيين ضيوف.
آسف. إيه ده؟ ليه كده يا ليلى؟ ما يمكن الراجل كان عايز حاجة مهمة. هيعوز إيه يعني يا بابا؟ ما أكيد يعني عشان يكلمك في نفس المواضيع دي. مش شرط يا ليلى. أنت كلمتيه بطريقة وحشة خالص. ما يصحش كده. عيب. ده مهما كان جارنا وله علينا حقوق. ألا مش كفاية إنه مستحمل ردودك الناشفة؟ رايح فين بس يا بابا؟ رايح للراجل أطيب خاطره بكلمتين. طب ولو نادر جه؟ قولي له إن إحنا استنيناه وهو اللي اتنيل ما جاش. مش عارفة أعمل إيه؟ ألاقيها من ده ولا من دي؟ الله يسامحك يا ليلى. الله يسامحك. أنا فاتحة يا ليلى. أنا فاتحة. الله يسامحك يا ليلى. الله يسامحك يا ليلى. أيوه حاضر حاضر حاضر. إيه يا ابني؟ كل ده علشان تفتح؟ أنا آسف يا أستاذنا معلش. أصل كنت بعلق على الشاهد. اتفضل اتفضل حضرتك اتفضل. أنا بحب أعمل لحضرتك شاي معايا. لا أنا نفسي في فنجان قهوة. تعرف تعمل قهوة؟ عينيا وهعملها لك على السبرتاية كمان عشان تستوي على نار هادية. يا سلام يا ده فتحي على فنجان القهوة لما يبقى على السبرتاية يبقى آخر مزاج. طب بعد إذن حضرتك بقى هجيب العدة وهسك على الشاي وأجي لحضرتك يعني. اتفضل. استغفر الله العظيم الواد متأثر قوي. عارف يا واد يا فتحي انا بحبك ليه؟ ليه؟ حاسس انك قديم ومحتفظ لسه بالقيم والمبادئ بتاعت زمان. اصل الزمن ده ما ينفعش فيه الحاجات دي. وده اللي جايب لك الكافيه ومخلي شكلك كده. ما تبصليش كده. تقدر تقول لي ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه اللي انا عامله في نفسي؟ هو انا كويس اهو راضي باللي ربنا قاسم لي بيه ايه يعني فيه ايه؟ ونعمة بالله ما قلناش حاجة بس واخرتها. اخرتها؟ هو في ايه يا استاذ حسن؟ هو انا كل ما اسالك سؤال تهرب منه؟ لحد امتى هتفضل مستني ومعلق نفسك كده؟ يقعد عيش حياتك. الحق اتجوز عشان تلحق تجيب عيل صغير وتفرح بيه بدل ما تكبر وتقعد وتكحكح وما تلاقيش حد يجيب لك بق ميه. الحمد لله على كل شيء. يا فتحي انا بعتبرك زي ابني بس صعبان علي حالك. يا ما اعمل ايه يعني؟ ما على قد حضرتك يعني. انا حاولت مع الانسه ليلى 34 مره وفي كل مره بترفضني وبتقفل في وشي الباب وانا بس انا متفائل جدا وربنا سهل. وهو اللي خلق ليلى ما خلقش غيرها. وإيه بقى الموضوع بالظبط يا أستاذ حسن؟ هي الأنسة ليلى في حد في حياتها وحضرتك جايب لي الموضوع بالتدريج ولا إيه؟ ما تقعد بقى ما تبقاش قفل. الله لا في حد في حياتها ولا حاجة. كل الحكاية إن أنا شايفك متعلق بموضوع مش هيحصل ومفيش منه فايدة. مفيش منه فايدة؟ ده كلام جديد أول مرة أسمعه من حضرتك. هو إيه اللي جد بالظبط بقى؟ وبعدين بقى أنا والأنسة ليلى كويسين قوي ومش ناقصنا حاجة والحمد لله. وبعدين بقى إيه معنى كلام حضرتك ده بالظبط بقى؟ إيه معنى بقى؟ الله 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 الله. وبعدين معاك ما تقعد ما تبقاش قف. هو أنا كل ما أقول لك حاجة تقف لي؟ أنت إيه حكايتك بالظبط؟ الله أنا عموما كنت جاي أعتذر لك على رد ليلى السخيف اللي قالته لك. انا نصحتك وانت حر. يلا يا اخوي اقعد بقى عد النجوم في السماء واسمع الست واندب حظك ولوعه قلبك. سلام عليكم. والله انت اتزلت مني ولا ايه؟ انا مش قصدي والله بس حضرتك مهما قلت لك ان الموضوع لا ده يهمني قد ايه مش هتصدقني مش هتصدقني محدش مصدقني محدش مصدقني. انا مصدقك والله مصدقك بس انا برضه بنصحك وانت يعني خلاص اللي في دماغك في دماغك تصبح على خير. طب طب
نصيحة مني يا فتحي يا ابني، بلاش النيو لوك اللي انت عامله ده، مش هينفعك. بالمناسبة انت وراك ايه بكرة اخر النهار؟ ولا حاجة، المدرسة وخلاص. ورانا ايه يعني؟ طيب انا محتاجك تيجي معايا مشوار مهم جدا خاص بمي بنتي. احنا هي الاثنين. كتر خيرك. يعني بلاش النيو لوك ده وحش. اللبس ده وحش يعني؟ لا حلو قوي بس مقرف. مش حاسه معاك بكره. انا جاي لك بكره. لا هتيجي هتيجي. مش هنسى. عمري ما هنسى. عمري ما هنسى يا استاذ حسن. واعرف بقى. انا بعرف بقى، انا بحبها بقى. بحبها. كلمتي نادر؟ الو، ازيك يا توح؟ وحشاني قوي قوي. بالزمن لو وحشتك مش كنت سالتي عليا؟ فينك يا هرابه؟ حتى ما بتجيش الجمعيه. غصب عني والله يا توح، انا بمر بظروف صعبه قوي ملخومه فيها. ادعي ان ربنا يعديها لي على خير، وان شاء الله هاجي لكم على طول. ان شاء الله. ربنا معاكي، ربنا معاكي يا حبيبتي ويعينك. طمنيني عليكي انت وعلى علاجك. وهدى اخبارها ايه؟ العلاج الحمد لله، وهدى كويسه اشتغلت، تعبانه شويه في الشغل بس هي مبسوطه يعني. طب الحمد لله، ربنا يكرمها ان شاء الله. الله يخليكي يا لولا. لولا والنبي بقول لك ايه؟ اموريني يا توح. انت عارفه ان هدى الوحيده اللي واقفه جنبي، وان اخواتها كل واحد مشغول بعياله وبحياته، ما حدش بيسال، وانها رفضت الجواز عشاني. ربنا يخليها يا رب. فانا عايزاكي تتعرفي عليها عشان انا قلقانه عليها.
يعني لو حصل أي حاجة أبقى مطمنة إن في حد جنبها عينه عليها وبيخلي باله منها. ربنا يخليها لك يا حبيبتي. خير في إيه؟ إن شاء الله تفرحي بيها. يا مين يعيش يا لولا. المهم أنا عايزاك إن أنت اللي تبقي جنبها. يعني لما أقابل وجه الرب كريم أبقى مطمنة إن أنا سايباها مع ناس كويسة ومع حد هيحافظ عليها. أبقى مطمنة، أبقى مطمنة على البنت بس. بعد الشر عليك يا توحة، ما تقوليش كده. أنا يشرفني أتعرف عليها وتبقى صاحبتي من غير حاجة يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، معلش أنا هجيبها معايا، نتفق على يوم هجيبها معايا الجمعية وتتعرفوا على بعض وتشوف الحكاية تحصل إزاي. مش عايز أتقل عليكي. ما تقوليش كده، أنت عارفة غلوتك عندي قد إيه. أنت في مقام ماما الله يرحمها، كانت موصياني عليكي. الله يخليكي. إن شاء الله أول ما هفضح هجيلك على طول. تصبح على خير. سلام يا أم. ازاي بس يا ليلى تنزلي لوحدك في وقت زي ده؟ يا تنزل ولا تروح في حته. طب استني للصبح وانا هنزل اتخانق معاكي. لا يا غاده، مش هقدر استنى لغايه بكره. يا بنتي انا لازم انزل واعرف هو ما جاش ليه. وكمان تروحي شقه عزاب وتتخانقي معاهم؟ يا سلام، يعني هيعمل لي ايه يعني؟ وبعدين انا مش فاهمه، يعني انا عايزه انزل غير ما بابا يحس بحاجه. دماغك ناشفه وبرضه هتعملي اللي في دماغك. طب بقول لك ايه، ما تاخدي ادهم معاكي. مش قصدي حاجه يعني، وانا السكه. اه الدنيا دلوقتي يا بنتي بقت مش امان، مش هينفع تنزلي لوحدك. ايه اللي بتقولي ده؟ هو ادهم ده شغال عندي ولا ايه؟ يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ قولي لو سمحت تيجي معايا عشان تونسني في الطريق. ايه السخافه دي؟ قولي له انت بس مالكيش دعوه. خلاص يا غاده، هشوف هشوف. سلام. طيب مش بس طمنيني عليكي. باي باي يا حبيبتي، باي. خلصت على فكرة المكالمة. مش سامعك. خلصت المكالمة. طب كويس الحمد لله. كام دقيقة المكالمة دي؟ طب ايه بقى؟ لا عشان فاتورة بس. طب ايه؟ ايه ايه؟ ايه؟ ايه لو سمحتي. ايه تشي؟ الله ايه؟ ها؟ خلاص خلاص. خلاص خلاص ايه؟ لا ده انا لا 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 مش عايزك ترجع في رأيك. لا لا ده انا لا 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 مش عايزك. خليك عايز خليك لا خليك على مبدأك كده. انا قلت اعمل فيها تقيل. خليك على مبدأ تقيل. ايه؟ مين اللي قالك ان البنات بتيجي بالتقل؟ قلت اعمل فيها تقيل. مفيش كلام ده، اسكت خالص. سامحيني. ماشي. اخ يا ادهم، سوري انا صحيتك؟ لا 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 ابدا، انا صاحي. معلش انا كنت عايزه اطلب منك حاجه. طبعا قولي لي. انا لازم انزل دلوقتي اروح مشوار مهم، وممكن تحبي اجي معاكي؟ يا ريت، ومش هنتاخر، متهيألي نص ساعه بكتير ونرجع. خمس دقايق بالظبط البس وهتلاقيني قدامك. اوكي، هبقى مستنيك تحت في العربيه. ماشي اوكي. رايحه فين يا ليلى؟ رايحة لنادر صح؟ ايوه، ومش عايزه بابا يحس بحاجه. ليلى انا قلت لك طلعي نفسك من الموضوع ده، انا ما بقاش صغيره. يا ستي انا عارفه، وانت اللي على طول بتتصرفي، بس سيبيني المره دي انا هتصرف. انا اللي متفق معاه الميعاد، عايزه اعرف ما جاش ليه. خلاص هاجي معاكي. ما ينفعش، لازم حد يفضل قاعد مع بابا، ارجوك يا مي. يا ليلى حرام عليكي، تسيبيني لوحدي دماغي تودي وتجيب. خليني اجي معاكي. يا حبيبتي اطمني مني بالتليفون. مي خليني انزل ارجوكي. كلميني على الموبايل، مش عايزه بابا يحس بحاجه. سلام.
عم نادر؟ فينك كل ده؟ ما رضيتش انزل لحد ما اعرف عملت ايه؟ مالك؟ قلب وشك كده ليه؟ في ايه؟ مسافر ولا ايه؟ امي وحشتني وقلت اروح لها اقعد معايا يومين. طب بقول لك ايه؟ خد ادي دول لامي، قول لها اني مسحول اليومين دول وكده مش عارف اجي لها، وسلمني عليها جدا. صباح الفل. صباح الجمال. طب طمني، عملت ايه مع الراجل؟ ما رحتش. ما رحتش؟ امال ايه اللي اخرك كل ده؟ بعدين يا علي بحكي لك. ما دام ما رحتش طيب جراجع قلب وشك ليه؟ بعدين يا علي احكي لك، مش قادر اتكلم دلوقتي. طب اهدى بس، انا عايز اطمن عليك يا معلم، مفيش حاجه يعني. مالك يا صاحبي؟ في ايه؟ انا اسف علي، معلش، اصل كنت في مكان رخم كده ومعكني شويه. مفيش حاجه علي، امسك الحته دي ظبط بيها نفسك لحد ما ارجع لك، هتحكي لي بالتفصيل بقى انت عملت ايه. بس حلو بتاع ده، وريني. امسك. مش ناسي حاجة. فاستي تمام. مي ولا ابوها ولا ايه؟ الو، ما هاجر؟ انا كويس يا ستي، كويس والله. تيجي فين؟ انت مجنونة؟ بس يا ابني. لا لا، هاجر هكلمك تاني عشان بعمل حاجه. طيب سلام. يا ابني بس ايه اللي بتقوله ده؟ البتاع ده حلو جدا على فكره يعني. بص، ولا بي ولا ابوها ولا امها. بس انت شكلك مسحول بجد، انا هطمن امك. لا ابنك مسحول، ادعي له. سلام يا عم المسحول. سلام يا اخويا. تعبى نفسك ليه بس؟ ولا تعب ولا حاجة، اتفضل. بتشكر قوي يا أميرة. الله يخليك. يا ترى أخبارنا إيه؟ معلش، أنا عارفة إن إحنا تقلنا عليك، بس أنت شايف ظروف البلد والله مضيقة على كل الناس. بس اديني يومين ثلاثة كده وكل اللي فات هيجيلك. إن شاء الله، تحت أمرك. ربنا يسدد ما عليك يا رب. الله يخليك يا مصاب. أستأذن أنا بقى. لا، اشرب الشاي إزاي، اتفضل. مفيش داعي. لا معلش يا الله، هدى جت اهي. السلام عليكم. سلام ورحمه سلام الله وبركاته. ازيك يا بنتي؟ ازيك يا عم صافي؟ اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ ازيك يا توح؟ ازيك يا حبيبتي؟ كنت هعدي عليك الصبح بس قلت اكيد حلاقيك نايم. الله يخليك. وبعدين احنا اخرنا عليك الفلوس كتير قوي. اتفضل. بتخلي يا بنتي؟ خلي ايه بس، ده احنا ياما خلينا، ربنا يخليك لينا. الله يخليكي. طب استاذن انا بقى. طب اشرب الشاي. مفيش داعي، استاذن انا بقى عشان عندي مشاوير. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ اخدتي الدواء؟ اه اخدته. توح؟ ايوه. قولي لي بقى، انت جبتي الفلوس دي ازاي وانت لسه شغاله؟ طلبت من الاستاذ مجدي سلفة لحد ما اقبض يعني، هو بصراحه ما تاخرش، راجل كريم قوي. وجبت لك الدواء بدل اللي خلص، شوفي كده. مظبوط مظبوط يا حبيبتي. وصينيه البسبوسه دي بقى اللي تستاهل بقك، ان شاء الله ما حد حوش. ليه بس كده يا هدى؟ ربنا يخليكي ليا يا ماما. هدخل اخد دش واجي لك ننسف صينيه البسبوسه دي كلها. ماشي ماشي. طبعا كلها كلها. ربنا يحميكي يا رب وينولك اللي في بالك ويسكنك من الحلال يا رب. ايه
غريبة قوي مع ان عربيته تحت. ممكن يكون خرج وسابها هنا. هعمل ايه دلوقتي بس؟ شكله مش موجود. نستنى تحت؟ يلا يلا. مش عارفة اعمل ايه والله، مش عارفة اعمل ايه. سوري انا تعبك معايا. لا تعب ولا حاجة، بس المهم دلوقتي تحبي نعمل ايه؟ نقعد نستناه شوية يمكن يرجع تاني؟ انا خايفة يكون فعلا جراله حاجة. لا لا ان شاء الله. لا تليفونك. اي مي. لا ما لقيتوش، مش موجود في بيته، بس عربيته هنا تحت. انا مش عارفة اعمل ايه. استناه شوية؟ هستناه شوية اوكي؟ ما تقلقيش، لو في أي حاجة أنا هطمنك يا مي. ماشي حبيبتي، باي. الغريب إن النور فوق منور. أصله بني آدم غير مسؤول. صعبان عليا قوي، مش عارفة أعمل لها إيه. معلش، كل حاجة تتحل إن شاء الله. بس هو يظهر. إيه بقى يا شباب؟ أنا تقريباً كده بقى هروح عشان ألحق المترو، وكمان عندي المشروع عايز أخلصه. طب قشطة. أنت هتعمله إيه؟ لا أنا عايز أتمشى شوية. وأنت؟ أنت ناوي تنجح ولا إيه؟ يا عم خليها تنجح، خلينا ننجح مرة بقى. يمكن نفلح. طيب قشطة، أنا هتمشى شوية مع هدير وأوصلها وأروح. طيب يلا. تصبح على خير. باي. باي باي. ايه يا بنتي؟ ما تفكي. بس مش عارفة الناس بتعمل كده ليه؟ انت مش عايز تحكي لي؟ احكي لك ايه؟ ناس بيتعلقوا ببعض ويعملوا قصص، في الآخر كل حاجة بتضيع وبتخلص. هي دي الحياة، يا ما هنعيش ونشوف في حياتنا. وبعدين كل واحد فينا شايف دماغه مريحة، يعني كل واحد شايف تصرفاته هي الصح. وبعدين موضوع مي ونادر، ما هو من زمان جدا ومعروف ان هما هيفركشوا، لان مي حاجة ونادر حاجة تانية خالص. عندك حق. تعمل ايه مع بيه؟ مفيش اي جديد، عادي. هو شايف ان انا بضيع وقتي ومستقبلي بموضوع المزيكا والغنى، وانا شايفه انه بيعطلني من خناقه لخناقه لخناقه. بتحبيه؟ مش عارفه، اوقات بحس اني بحبه ومش قادره اعيش من غيره. اوقات تانية بحس انه عادي، انه احسن اصلا. وانت ايه؟ مفيش حاجه في الافق ولا ايه؟ لا 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 لا، افق ايه؟ انا مركز في حاجات تانية اهم من الحاجات دي. اوه، ايه بقى الحاجات التانية يا عم المهم؟ حاجات ليها علاقة بالأحلام. يعني أنا مثلا نفسي أبقى أحسن راقص على العالم كله. ألف العالم ده كله. أرقص على كل خشبة مسرح. وأسافر فرنسا. وأرقص في الشارع. تحت المطر. يا عيني على الأحلام. والقلب إيه النظام؟ القلب بيدق حلو. احكي بقى. بقول لك ايه، هو بيدق بس اللي بحبها ما تعرفش ان انا بحبها، بس مسيره فيه ما تعرف يعني. طب ما تقول لي، طيب ايه الموضوع بالظبط؟ بقول لك ايه، احنا عندنا تسليم مشروع الصبح وانا لسه ما لمستش فرشه في سكتش. يلا عشان اهو. طيب بص، هقول لك بس الوقت اللي تحس ان انت عايز تحكي لي فيه ارجوك. عندي فضول فظيع. تاني كده ارجوك. ارجوك. اقول لك ماشي.
مي كبرت قوي. انت عارف مي مش مجرد اختي الصغيره، مي بنتي. ماما الله يرحمها سابتها وهي صغيره قوي، من ساعتها انا اللي بعمل مامتها، انا اللي بربيها، بعمل لها كل حاجه في حياتها. عارف لما كانت صغيره وبتتخانق في المدرسه، كنت انا بروح تاني يوم ابقى عايزه اكل البني ادم ده بسناني عشان اجيب لها حقها. لما كبرت ودخلت الجامعه وحبت نادر، بقيت فرحانه ومبسوطه قوي بيها. بقيت حاسه ان بنتي كبرت وبقت عروسه. بس للاسف لما عرفت نادر بقيت خايفه عليها وزعلانه، لان طول الوقت شايفاه بني ادم مش مسؤول. مش عارفه امتى حصل كل ده وانا ما حسيتش. انا عمري ما قصرت معاها. ليلى انت محملي نفسك اكتر من طاقتك. مي كبرت ما بقتش صغيره وحبت، وانت عارفه الحب يعني حريه. هي خدت قرار وعملت حاجه حاسه انها صح، مع انها ممكن تبقى غلط. كلنا عملنا كده، كلنا حبينا تطورنا، عملنا حاجات من غير ما نفكر اننا ممكن نبقى مندي الناس اللي حوالينا. وبعدين على فكره ماي ما عملتش اي حاجه غلط، ماي اتجوزت. فاهمه انها ما عملتش حاجه غلط واتجوزت على سنه الله ورسوله، بس مش طبيعي، في حاجه مش طبيعيه. ولا عملت حاجه غلط، انت متخيل يعني ايه اب يصحى الصبح يلاقي بنته الصغيره متجوزه وحامل وهو ما يعرفش؟ مفيش أب في الدنيا يستحمل كده. على فكرة يا ليلى، البنات كلها في كل حتة في الدنيا بتعمل كده. كل البنات بتحب وبتصاحب وممكن حتى تعيش مع اللي بتحبه سنين قبل ما يتجوزوا. بيجربوا بعض، بيشوفوا هينفع ولا ما ينفعش. وأحياناً بينفع وأحياناً ما بينفعش. طبيعي. بس الكلام ده بره مش هنا. حتى بره ما بيكدبوش وما بيخبوش. يعني اي حد عايش مع اي حد بيقول انا بحب ده، انا عايش مع ده. انت مثلا اكيد لما حبيت او صاحبت قلت لابوك، صح ولا لا؟ صح، ما خبيتش عنه اي حاجه، لان هو ده الطبيعي. اقرا جرايد، اقرا المسا، اقرا جرايد. بقول لك ايه يا ريس، لو سمحت عندك اخبار اليوم؟ ان شاء الله. طيب واحده. اتفضل. شكرا. اتفضل. معلش عاوز اتاكد ان اقرا جرايد النهارده. بليز، مهمة أوي. الصفحة التانية اللي جاية؟ أهو كويس مش كده؟ بس الصورة مش واضحة أوي. بالعكس، الإعلان حجمه كويس أوي والصورة واضحة. مش عارفة ليه إن شاء الله أنا حاسة إن حد هيقرا الخبر ده ويكون بيعرفها ويكلمك على طول إن شاء الله. يا رب يا رب. ده أنا كان هين عليا أقول للراجل بتاع الجورنال إنه يقعد يوزع الجرايد بيت بيت وشخص شخص ويتاكد انهم يشوفوا الاعلان ده. ان شاء الله هتلاقيه. ان شاء الله. تعالي نمشي، الاستاذ لسه ما جاش واكيد مي قلقانه قوي. اكيد. يلا بينا يلا بينا. ميرسي قوي يا اتها. على ايه؟ Uh-oh.
جميلة.